ها هي إعمار العقارية، أكبر مطور عقاري في إمارة دبي، تعود إلى التألق من جديد لتثبت ترسيخ مكانتها في السوق المالي بعد الإعلان عن خطتها لإدراج مجموعة إعمار لمراكز التسوق التابعة لها في سوق دبي المالي، نظراً لحجمها الكبير وفرص النمو المتاحة لها، وبهدف تأسيس شركات مستقلة تتمتع كل منها باستراتيجية نمو وهيكل إداري خاص، مما يدفع إعمار دفعة قوية إلى الأمام لتحقيق رؤيتها في أن تصبح إحدى الشركات الأكثر قيمة على مستوى العالم. وتعتزم إعمار طرح نسبة 25% من رأس مال المجموعة بقيمة تصل إلى 9 مليارات درهم، وهو ما يشكل أحد أضخم عمليات الطرح العام في المنطقة منذ عام 2008. وقد أقرت الشركة على أنها ستستخدم أغلب قيمة الاكتتاب في توزيع أرباح على المساهمين التي لطالما دأبت على سعيها إلى اكتساب ثقتهم ودعم المستثمرين لها، إذ تجلى الأداء المالي القوي في الإيرادات من عمليات الشركة في قطاعي مراكز التسوق وتجارة التجزئة والضيافة والترفيه، فساهمت بنسبة 46% من إجمالي إيرادات الشركة التي وصلت إلى قرابة 10.5 مليار درهم. ويعتبر نمو أنشطة إعمار في قطاع مراكز التسوق وتجارة التجزئة مساهماً كبيراً في الازدهار الاقتصادي، إذ طالما كانت شريكاً حيوياً في مسيرة التنمية الاجتماعية والاقتصادية في الدولة باعتبار اندراج مشاريعها من ضمن أهم المشاريع في قطاع مراكز التسوق والترفيه كمشروع دبي مول الذي يعتبر واحداً من أهم وجهات التسوق والترفيه والموضة في العالم، مستقطباً ملايين من الزوار من جميع أنحاء العالم سنوياً. وتحتوي الشركة هذا المشروع من ضمن أصولها التي تضم أيضا مشاريع أخرى مثل دبي مارينا مول وسوق البحار ومجمع دبي للذهب والألماس.